بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة صف الرابع ابتدائي، أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. أطمن بس يا ولاد الأول، الصوت كده واضح عندكم ولا مش واضح؟ لو واضح اكتبوا على الشات. تمام يا مستر. تمام ماشي يا ولاد. ان شاء الله ولاد النهارده هنشتغل نحو. فيا ريت كتاب مدرسه الطحون صفحه 156. صفحه 156 يا ولاد، الصوره واضحه عندكم يا ولاد؟ تمام. طيب ان شاء الله اولاد النهارده هنشتغل النهارده ان شاء الله اولاد زي ما اتفقنا نحو. هنكمل درس الجمله الفعليه، وهنراجع مع بعض على درس الجمله الاسميه وعلامات اعراب المبتدا والخبر. يا ريت يا اولاد نفتح صفحه 156. انا مستني كده ايه دقيقتين الناس يتجمعوا وتفتح الكتب بتاعتكم صفحة 156. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ إن شاء الله يا أولاد نشاط رقم 3، ألف في لاحظ واكتشف. أكمل الجدول واستفد مما تعلمت من قبل. هنا يا أولاد بيفكرني إن الفاعل له 3 علامات إعراب. الفاعل يا ولاد له 3 علامات للرفع، الضمة والألف والواو، الضمة والألف والواو، زي بالظبط يا ولاد المبتدأ والخبر تماما، الضمة والألف والواو. هفكرك سريعا، يرفع الفاعل بالضمة في 3 حالات، إذا كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم يبقى يرفع بالضمة إذا كان مفرد، جمع تكسير أو جمع مؤنث إيه؟ سالم. ويرفع بالألف مع المثنى فقط. يرفع بالألف مع المثنى. طبعا آخر علامة الواو، يرفع بالواو مع جمع المذكر السالم. تمام يا ولاد؟ بص معايا في الأمثلة صفحة 156، بيقول لك فاز الفريقان. عايز اكتب الفاعل، هو جايب نوعه وعلامه الرفع. طبعا فين الفاعل يا ولاد؟ طبعا الفاعل هو من قام بايه؟ قام بالفعل، هو اللي عمل الفعل. فاز الفريقان، طبعا فين الفاعل يا ولاد؟ اكيد ايه؟ الفريقان، اكتبها لي في النقط تحت الفاعل، يبقى الفريقان. هكتب معاك يا ولاد عشان ايه؟ محدش يتلخبط. فاز الفريقان، هو جايب علامة نوعه مثنى طبعا عشان اخره ألف ونون. علامة رفع المثنى يا ولاد ايه؟ لسه قايل من شوية الألف. طيب نكمل المثال الثاني. نجح التلميذان، الفاعل هو جايبه كتبه لي يا ولاد، التلميذان. طب نلاحظ يا ولاد ان المثنى طبعا اخره نون مكسورة. في كل الحالات احنا خدنا الكلام ده يا ولاد في الفصل، إن النون في آخر مثنى مكسورة، يبقى نجح التلميذان، الفاعل التلميذان، برضه نوعه إيه يا أولاد؟ أنا عارف كلكم شطار ما شاء الله، نوعه أكيد طبعًا برافو مثنى. أنا سامحوني مش هقدر أشوف الشات بسرعة عشان بس أحاول أنجز أكبر قدر من الأسئلة. طيب برضه علامة الرفع إيه يا أولاد؟ زي اللي فات بالظبط، علامة رفع المثنى الألف. جميل جدا. ثواني. مش ما شاء الله انا شايف اجاباتكم كلها اياد ويحيى شريف. ما شاء الله كتير جدا كاتب الالف، برافو عليكم مصطفى واياد ادم شاذلي، ممتاز ما شاء الله عليكم، كلكم ممتازين يا اولاد. نكمل يا اولاد رقم 3. تفتحت الزهرتان. الفاعل فين يا اولاد؟ برضو ايه؟
الزهرتان، جميل جدا. برضو نوع الفاعل نفس الكلام، ها نوع الفاعل مثنى، شاطرين. وعلامة الرفع برضو ايه يا ولاد؟ علامة الرفع برضو الألف. ممتاز جدا. قال لك من خلال الأمثلة السابقة في المستطيل الأزرق ده يا ولاد نستنتج أن علامة رفع الفاعل الألف إذا كان إيه؟ مثنى. يبقى دي قاعدة لازم تكون حافظها زي اسمك بالظبط. المثنى يرفع لو كان فاعل بالألف. يرفع بيه يا ولاد؟ بالألف. نشاط 3 ب نفس الكلام بيكرره تاني. حدد الفاعل مبينا نوعه وعلامة رفعه. حدد الفاعل بين نوعه وعلامة إيه؟ وعلامة رفعه. واحد حضر الأبوان. حضر إيه؟ الأبوان. الفاعل فين يا ولاد؟ طبعا إيه؟ بالظبط كده الأبوان. نكتبها هنا يا ولاد. نوع الفاعل ده مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ آخره ألف فنوني بيه يا ولاد. بالظبط كده نوعه مثنى زي اللي فات تماما. وعلامة رفعه يا شباب؟ علامة رفعه زي اللي فات بالظبط. أيوه شطار، الألف. جميل جدا يا ولاد. اتنين كبر الصغيران. كبر الصغيران، فين الفاعل؟ تمام، الصغيران. ممتاز. نوعه برضه يا ولاد نفس الكلام، نوعه مثنى. نوعه ايه؟ مثنى. علامة رفع، انتوا ان شاء الله الاشطر مني، علامة رفع ايه؟ الالف. ممتاز جدا يا ولاد. ثلاثة تقدمت الفائزتان. تقدمت الفائزتان، فين الفاعل؟ بالظبط الفائزتان فين؟ نكتبها هنا. ايوه الفائزتان. برضه نوع الفعل يا اولاد مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ اكيد طبعا ايه؟ اخره الف فنون، يبقى مثنى. ممتاز. علامه رفعه ها شطار، الالف. ممتاز جدا يا اولاد. رقم اربعه نضجت او نضجت الثمرتان. ايه اللي نضجت؟ الثمرتان. برضه ايه؟ الثمرتان هي الفاعل. بالظبط كده نكتب الثمرتان. نوع الفاعل يا اولاد برضه مثنى. كل ده بيركز على ايه؟ على الفاعل المثنى وعلامه رفعه برضه ايه؟ الالف. جميل جدا يا اولاد. طب نركز مع بعض يا اولاد في النشاط 3 ج. قال لك استفد مما تعلمت من قبل. برضه عندي امثله عايز اكتب الفاعل بتاعها ونوعها وعلامه الرفع. اصطاد الصيادون. هنا المعلمه اختلفت يا اولاد عشان الفاعل المره دي بقى ايه؟ الفاعل. ممتازين جدا يا اولاد. الفاعل هيبقى جمع مذكر سالم المره دي. اصطاد الصيادون، اكتب الفاعل فين يا اولاد؟ ها الصيادون. ممتاز الصيادون، طبعا ليه عليها شده وفتح. هو كاتبها لي نوعه جمع مذكر سالم، علامه رفعه برضو يا اولاد الواو. خلي بالك جمع مذكر السالم علامة رفعه يا ولاد الواو. احنا خلصنا كده المثنى ودخلنا على جمع المذكر السالم. طيب رقم اثنين نقرا مع بعض. نبغى الموهوبون. نبغى ايه؟ الموهوبون. الفاعل فين يا ولاد؟ طبعا هو كاتبه لي الموهوبون. نوعه ايه يا ولاد؟ ده مثنى؟ لا مش مثنى. ده مفرد؟ لا مش مفرد. جمع تكسير ولا جمع تكسير؟ طب جمع مؤنث؟ لا ده اخر الف وتاء جمع مؤنث. اخر واو ونون كلكم شطار ما شاء الله عارفين، يبقى نوعه جمع مذكر سالم. جمع مذكر سالم. علامه رفع ايه يا اولاد؟ لاحظ معايا ها الواو زي اللي فاتت بالظبط. نبغى الموهوبون، الفاعل موهوبون، نوعه جمع مذكر سالم وعلامه الرفع هي الواو. اخر مثال وصل السباحون. وصل ايه؟ السباحون. فين الفاعل يا اولاد؟ انتوا كلكم شطار ما شاء الله، يبقى السباحون. ولاحظ طبعا السين والبي عليها شده يا اولاد، السباحون.
ده الفاعل، ونوعه المرة دي طبعا زي اللي فات بالظبط، جمع ايه؟ جمع مذكر سالم. وبرضو علامة رفع يا اولاد، علامة رفع ايه؟ الواو. شطار جدا جدا. نفس الكلام يا اولاد هاخده في نشاط ثلاثة دال. نشاط ثلاثة دال، ثواني عشان انتوا ما شاء الله شطار جدا كلكم، ما شاء الله الاجابات كلها بشوفها اهي، ما شاء الله عليكم كلكم اشطر من بعض، ما شاء الله، الله اكبر. جميل جدا 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 يا ولاد، انتم ممتازين. نشاط ثلاثة دال يا ولاد، برضو حدد الفاعل مبينا نوعه وعلامة رفعه. طيب، واحد افطر، ها الصائمون، افطر ايه؟ الصائمون. الفاعل انتم شطار جدا ما شاء الله، الصائمون. طب نوع الفاعل ده يا اولاد ايه؟ اخره هو نون، يبقى نوع جمع. حاول تصغر خطك شويه عشان المكان ضيق، حاول تصغر خطك شويه عشان المكان ضيق. جمع مذكر سالم. علامه رفعه ايه يا اولاد؟ خلاص انا بقى شطار خلاص. علامه رفع الضمه؟ اوعى. طب الالف؟ لا. امال ايه؟ علامه رفع ايه؟ شطار، الواو. الله ينور عليك يا اولاد. اتنين حضر، ها الغائبون. حضر ايه؟ الغائبون. الفاعل فين؟ ها بالظبط كده، الغائبون. جميل جدا. برضو نوع الجمع يا اولاد، او نوع الفاعل ايه؟ جمع ايه؟ جمع مذكر سالم. جميل قوي، جمع مذكر سالم. برضو علامه رفع يا اولاد الواو، الله اكبر، ما شاء الله ممتازين يا ولاد. ثلاثة وصل المتأخرون. وصل ايه؟ المتأخرون. هو حد يقول لي وصل المتأخرين ازعل. وصل المتأخرون، الفاعل طبعا يا ولاد ايه؟ المتأخرون. يا ريت يا ولاد تكتبوا في الكتاب عشان لما تكتبوا المعلومة هتثبت اكتر. المتأخرون نوعه برضو ايه يا ولاد؟ جمع مذكر سالم. برضو علامة رفع ايه؟ تنساش علامة رفع ايه؟ الواو. جميل جدا يا ولاد. انتصر المقاتلون. انتصر ايه؟ المقاتلون. فين الفاعل؟ يجي بعد الفعل، ها المقاتلون. ممتاز، المقاتلون. طب نوع ايه برضو يا ولاد؟ برضو جمع مذكر سالم، مش اي حاجة جديدة، جمع مذكر سالم. انتوا شطار جدا ما شاء الله عليكم كلكم يا ولاد. علامه رفعه برضه يا ولاد الواو. جميل قوي قوي قوي، انتوا ممتازين ما شاء الله. طيب نخش على صفحه 157 يا ولاد، برضه احنا لسه في لاحظ وتعلم، احنا قلنا لاحظ واكتشف، هنا بقى لاحظ وايه؟ وتعلم. النشاط 4 الف، مش عايزك تستعجل وانت بتجاوب. اول حاجه اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. واحد، ارتفع الطائران. ارتفع الطائران، بص كده على الشات، ها مصطفى، جميل جدا. ألف 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 كله، مازن ما شاء الله، إياد كلكم أشطر من بعض ما شاء الله عليكم، برافو عليك يا ولاد. طبعا عشان ده مثنى، قلنا من شوية مثنى بيرفع بإيه؟ بالألف. جميل أوي، برافو عليك، ممتاز جدا. كل الاولاد طبعا مش هقول اساميهم كلهم عشان طبعا انتوا كلكم شطار. يوسف، اسلام، حمزه، ممتاز. طيب استيقظ، لا الثاني، تشاجر الخصمان. تشاجر الخصمان، علامه رفع الفعل ايه؟ ايه ده؟ ده هي هي بالظبط برضه بيه يا اولاد كلكم ما شاء الله، حمزه وشهاب كلكم اشطر من بعض يا اولاد، برضه علامه رفع الالف هو هو هي وهي هي الاجابه. جميل يا اولاد، نشوف رقم ثلاثة، ممتاز جدا مازن، ممتاز، كله ممتاز. استيقظ النائمون. استيقظ النائمون، ها المرة دي جمع مذكر سالم، أيوة اللي كاتب ألف، لا خلي بالك، أيوة كله كاتب واو، أدهم، تيم، مصطفى، يا كله ما شاء الله كلكم شطار. استيقظ النائمون، علامة رفعه الواو، الله أكبر عليك ولا، ممتاز جدا. طيب نشاط أربعة به يا ولاد،
خلاص انا خلصت السؤال ده، كل جاوب ما شاء الله ممتاز. نشاط 4 ب، اجمع الفاعل جمع مذكر سالم مراعيا علامة رفعه. عايز اجمع الفاعل اللي هو ده جمع مذكر سالم، بس خلي بالك قال يراعي علامة الرفع. طب بص كده يا ولاد، عايز اكتب جملة كاملة. نشر الصحفي الاخبار، نبقى الجملة ايه يا ولاد؟ ماشي يا محمد، نشر، ايوه تكتب الجملة كاملة. الصحفيين تمشي؟ لا. صحفيان؟ لا. عايز جمع مذكر سالم بايه يا ولاد؟ الله ينور عليكم يا ولاد، كلكم شطار، يوسف اسلام ويحيى شريف كلكم شطار ان شاء الله. يبقى نشر الصحفيون. جميل قوي يا ولاد، الاخبار زي ما هي. طيب ممتاز. اتنين، ألف الكاتب القصص. ألف الكاتب القصص. عايز اجمع الفاعل، برافو عليكم مازن وادم، بس ادم مش كاتب الاجابه. يبقى ألف، ايوه وياد ومازن كله ما شاء الله. يبقى ألف الكاتبون ها القصص. يبقى انا كده جمعت الفاعل جمع مذكر ايه؟ سالم. ثلاثة، تسلم الفائز جائزته. ماشي يا مازن الله ينور، شاطر مصطفى، محمد ممتاز جدا، بس الفائزون يا ولاد همزه على نبره مش همزه على السطر. يبقى تسلم الفائزين، اوعى الفائزون، تسلم الفائزون ها، نقول ايه بقى يا اولاد؟ جائزته زي ما هي؟ لا، تسلم الفائزون جائزتهم، ايوه جائزتهم، برافو يا مصطفى الله ينور عليك يا اولاد ما شاء الله. بص يا ولاد، نشاط 4 جيم، نشاط 4 جيم قال لك ايه؟ اجعل كل اسم مما يلي فاعلا في جمل فعليه مفيده. عندي 3 كلمات عايز احطها في جمله. ماشي انا عمال اجاوب. ماشي والله شاطر شاطر، انا شايف اجابات كلها ما شاء الله شاطرين. عايز اخلي الكلمات الحمراء دي يا اولاد العالمان والقلمان والطبيبتان في جمله فعليه تكون فاعل. لا، اللي كاتب عالمان ذكيان مازن، لا انا عايزه فاعل يا بابا مش مبتدا، يعني اجيب قبليها فاعل. مين يكتب يا اولاد؟ فاز العالمان، برافو عليك يا محمد، فاز العالمان. حد عنده جمله تانيه؟ العالمان ها، يخترع العالمان، يوسف اسلام، برافو. ها مين تاني؟ عايز اشوف اجابات يا ولاد. نجح العالمان، شهاب، برافو عليك، كلكم شطار ما شاء الله. يبقى اكتب ايه؟ ها، تسلم العالمان الجائزة، أو فاز العالمان بالجائزة، أو يخترع العالمان، خلاص الاختراعات المفيدة، كل ده صح، أهم حاجة تجيب فعل قبليها. أدي أول جملة يا ولاد. طب عايز القلمان، عايز القلمان، لا ما تقولش القلمان، لا هنودة مش عارف مين قصد مين، انا عايز القلمان يا ولاد يكون فاعل، ما تجيبهاش مبتدا، انا عايزها فاعل. اللي كاتبه مبتدا لا. نكتب بالقلمان؟ لا يا شهاب، كده انت جبت قبليه حرف جر، كده مش فاعل، كده اسم مجرور. القلمان عايز اخليهم فاعل، القلمان مخترع، لا نركز شويه يا ولاد. يكتب الولدان بالقلمان؟ لا برضو. أحب القلمان؟ لا، ده مش كده مش فاعل، كده مفعول به بس ما خدتوش. عايز اشوف واحد كده يكتب القلمان في جملة، اخترع القلمان، كسر القلمان، لا خليها انكسر القلمان. طب ممكن اقول لك يا اولاد جملة سهلة خالص، وقع القلمان على الأرض. جملة سهلة خالص يا اولاد ايه؟ نستخدم القلمان؟ لا يا مصطفى، نستخدم القلمان دي كده مفعول به. اشتريت القلمان برضه مفعول به، اكتب بالقلمان اسم مجرور.
يبقى القلمان يا اولاد عايز اكون فاعل، هو الان بالفعل. ابري القلمان، لا برضه. نكتب بالقلمان، لا برضه. انا قلت من شويه جمله اهي، مين يكتبها لي؟ انا قلتها في جمله، قلتها يا اولاد. وقع، قصدك وقع يا عمرو، ماشي. وقع القلمان، برافو عليك، اهي وقع القلمان على الارض. كده بقت فاعل يا اولاد. خلاص نصح بالقلمان، لا برضه. انكسر القلمان، صح، برافو. طب الطبيبتان دي اسهل بقى يا اولاد شويه. الطبيبتان، ماشي ماشي يا تيم. وقع القلمان، بس صلحك انت كاتب ايه، القلمان غلط. عالجت الطبيبتان المرضى، جميل. لا اوعى تقول لي يا عبد الله طب، لا اللي كاتب طبيبان، الطبيبتان مهرتان، دي كده جمله اسميه. انا عايزه فاعل يا اولاد، خلي بالك. الطبيبتان ماهرتان، لا كده مش فاعل، هو قال لي خليها في جمله يكون فاعل. الطبيبتان منجزه، لا. ها تعالج، اهي تعالج الطبيبتان المرضى، ماشي يا ولاد، او تساعد الطبيبتان المرضى، تعالج تساعد، تكرم الطبيبتان المرضى. خلاص ابدا بفعل قبليها، حط فعل قبليها، تساعد الطبيبتان المرضى. نجحت الطبيبتان في مثلا ايه، في الدراسه، ماشي. طيب خلاص انا صوت 4 جيم يا اولاد كده، تساعد الطبيبتان، برافو يا مازن. يبقى اول حاجه يا اولاد عشان ما ننساش، تسلم العالمان الجائزه، وقع القلمان على الارض، تعالج الطبيبتان المرضى. نخش على نشاط 4 د، ركز بقى عشان ده يا اولاد سؤال تفكير شويه. اكتب مستعينا بالكلمات الاتيه فقرة من 3 أسطر مستخدما الجملة الفعلية. يعني يا مستر مش فاهم، هو جاب لي صورة كده يا اولاد، اولاد بيلعبوا بالكورة وجون قدامهم او يعني مرمى، وجاب لي كم كلمة بالاحمر، الفريقان، اللاعبون، الحكمان، المشاهدون، المباراة. قال لي ايه؟ عايز اكتب فقرة مكونة من 3 أسطر، 3 أسطر، واستخدم فيها الجمله الفعليه، بس استعين بالكام كلمه دول. ممكن اقول يا اولاد يعني حاجه سهله جدا يا اولاد عشان ايه ما نتعبش نفسينا. الفريقان، عايزين بالتسلسل كده يا اولاد. ها ممكن اقول ايه؟ نزل الفريقان، لا ما تقولش فريقان مهران. يلعب الفريقان في مباراه، صح، لكن فريقان يلعبان، لا ابدا بيلعب. خليها يا اولاد تقابل الفريقان في ارض الملعب، او نزل، اهي اكتب معايا كده بابا، نزل الفريقان ارض الملعب. فصل، عشان دي جمله جديده بقى. اللاعبون، حط لي في جمله يكون فاعل. كسب اللاعبون مباراه، ماشي. ها كسب اللاعبون مباراه، ماشي. ممكن اقول ايه عشان يبقى التسلسل كده، عايزين ايه نكتب فقره تسلسلية يعني متسلسلة، مش هنختمها كده بالفاز وخلاص، لا. يبقى نزل فريقان قدام الملعب، وايه تقابل او تصافح يا اولاد، احسن بقى تصافح، يعني مثل تصافح يعني يسلموا على بعضهم، وتصافح، وتصافح اللاعبون. خلاص تصافح اللاعبون قبل المباراة، جميل قوي. يبقى نزل فريقان قدام الملعب وتصافح اللاعبون قبل المباراة، يعني اللاعبين بتسلم على بعضها، جميل. طب الحكمان بيعملوا ايه الحكمان يا اولاد؟ لا ما تسبقنيش، لسه ما خدناش المشاهدون، خش على الحكمان الاول. عايز حكمان، حط جملة فعلية يكون الحكمان دي فاعل. وحكم الحكمان، اهو وحكم الحكمان، أو أدار الحكمان أحسن برضو، أدار حكمان المباراة باقتدار. جميلة الجملة دي يا أولاد، أدار بدل حكم اكتب أدار أحسن، أدار الحكمان المباراة باقتدار. أو بلاش يحكمان الحكمان يا أولاد، اللي كتب يحكمان الحكمان، لا الفعل في أول الجملة لازم يكون مفرد،
ما قولش يحكمان الحكمان، قول يحكم الحكمان أو حكم الحكمان المباراة باقتدار أو بالعدل. طيب فصل، عايز المشاهدون بقى يا أولاد، ها تعجب المشاهدون، ماشي تمشي اياد، جميل قوي. ها ايه تاني غير يستمتع المشاهدون؟ برافو عليك شهاب، يستمتع المشاهدون. مازن برافو عليك، واستمتع اهي، واستمتع المشاهدون بالمباراة. الله ينور. اخر حاجة يا اولاد بقى، عايز المباراة تكون فاعل. ها مين يحط لي مباراة فاعل يا اولاد في جملة تكون فاعل؟ جملة تكون فاعل، تشتعل المباراة، واشتعلت المباراة، ماشي حلوة. او ايه؟ وانتهت المباراة بالتعادل، عشان محدش يزعل بقى من حد، يطلعوا حبايب. وانتهت المباراة بالتعادل او بتعادل الفريقين. ده هنقرا الجملة كده يا اولاد عشان نشوف كده كتبنا صح ولا غلط. نقراها تاني. نزل الفريقان ارض الملعب، وتصافح اللاعبون قبل المباراة، وحكم الحكمان المباراة باقتدار، او ادار الحكمان المباراة باقتدار يعني بحكمة ورزانة كده وعدل، واستمتع المشاهدون بالمباراة، وانتهت المباراة بالتعادل. برافو عليكم يا ولاد، انتوا كلكم ما شاء الله احسن من بعض. نقلب الصفحة كده يا ولاد، صفحة 158. بص يا ولاد معايا، النشاط ده مهم جدا جدا جدا. نشاط 4 ه بيقول لك استخرج الفاعل من الجمل الآتية واملأ الجدول. افهم السؤال الاول عايز ايه وابدأ احل. لما اجي احل يا ولاد ما استعجلش، استخرج الفاعل من الجمل الآتية واملأ ايه الجدول. طيب اول جملة يا اولاد نحط بس خطوط كده يا اولاد تحت كل فاعل. الجمل الأزرق دي يا اولاد هنحط كل جملة تحت الفاعل خط. امتلأ الحقل بالأشجار، فين الفاعل يا اولاد؟ يلا نكتب على نكتب كده الحقل، برافو. طب الجملة الثانية شمال دي يا اولاد، فاحت الأزهار عطرا، فاحت الأزهار عطرا، فين الفاعل؟ الأزهار، شاطرين. اللي بعديها حرص المصممون على التنسيق، حرص المصممون، برافو يا اياد، حرص المصممون، ممتاز. نحط خطوط زي ما نعمل بالظبط. نجحت المحاولتان، نجحت المحاولتان، برافو يا محمد، برافو يا يحيى شريف، نجحت المحاولتان، ممتاز. تصافح الفريقان، برافو اياد، برافو يا محمد، تصافح الفريقان، شاطرين. جمعت السيدات التبرعات، شاطرين، ايه الجمال ده؟ جمعت السيدات، برافو عليكم، التبرعات. كده حطينا خط تحت الفعل. الخطوه الثانيه بقى يا اولاد حمله الجدول ده. طيب بص يا اولاد معايا، واحد عايز تركز معايا شويه، جمع مذكر سالم، فين من الخطوط اللي حطيتها دي يا اولاد في الجمل دي فين الفاعل الجمع مذكر سالم؟ هنا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ عايز اختار، ثواني، المصممون، شاطرين يا اولاد، اكتب هنا المصممون اهي، برافو عليكم، المصممون. طيب كتبتها. علامة الرفع دي يا اولاد ايه هنا؟ احنا قلنا كام علامة عندنا؟ ثلاثة، ضمة ألف واو، ضمة ألف واو. الله ينور عليكم يا اولاد كلكم ما شاء الله شاطرين، هكتب هنا الواو، ممتازين جدا جدا ما شاء الله مازن وشهاب وكلكم شاطرين. رقم اثنين جنبيها يا اولاد، فين الفاعل المفرد؟ ها اختار يا اولاد من دول، المفرد الحقل، برافو عليك يا اياد ومازن ومحمد كله شاطر. اثنين المفرد الحقل اول واحده، ايه الجمال ده؟ طيب علامه الرفع ايه يا اولاد؟ الضمه، برافو عليك يا محمد، الضمه يا مازن شاطر.
الحقل هي ضمه ايه؟ يبقى اكتب هنا الضمه. ايه الجمال ده؟ ثلاثه، ها فين الفاعل المثنى المؤنث؟ الله عليك يا ادم محمد ومصطفى. لا مصطفى خلي بالك، مصطفى لا. ها اياد، المحاولتان، الله ينور عليك ولاد، نجحت المحاولتان. يبقى هنا اكتب هنا الولاد مثنى مؤنث، المحاولتان، اكتبها لي كده. طيب علامه الرفع ايه؟ ايوه ايه الجمال ده، ما شاء الله عليكم كلكم شاطرين. الالف، الله يفتح عليك يا ولاد، الف حمله مثنى يرفع بالالف، انتوا شطار جدا جدا جدا. اربعه، فين جمع التكسير هنا يا ولاد؟ برافو عليك يا محمد. لا جمع التكسير مش جمع مؤنث، الازهار. ايوه كده، برافو عليكم ما شاء الله عليكم شطار. الازهار هي جمع التكسير، الله ينور يا ولاد، ازهار مفيش نقطتين. علامة رفع يا ولاد، ايوه الضمه، اياد ومازن شاطرين كله، الله ينور عليكم يا ولاد. الازهار جمع التكسير زي المفرد وزي جمع المؤنث السالم بالضمه، ايوه كده. الازهار رو هي ضمه على الراء. رقم خمسه، جمع المؤنث السالم، برافو يا يوسف انتوا كلكم شطار ما شاء الله. جمع المؤنث السالم، ايوه السيدات، الله ينور يا ولاد شاطرين. جمع المؤنث السالم السيدات. طب علامة الرفع ايه؟ الله ايه الجمال ده؟ الضمة، ده انتوا اشطر مني والله. يبقى السيدات علامة الرفع الضمة. احنا قلنا يا ولاد ثلاث حاجات رفعوا بالضمة، المفرد جمع المؤنث السالم جمع التكسير، شاطرين. مثنى المذكر فين؟ فريقان، ايه الجمال ده؟ فريقان. طيب علامة رفع يا ولاد، ألف، إيه الجمال ده؟ ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنتوا كده ما شاء الله، الله أكبر عليكم، ممتازين. الألف كله ممتاز جدا جدا جدا. طيب نشاط أربعة واو يا ولاد، نشاط أربعة واو، أكمل الشكل التخطيطي. أنا عايز أنجز شوية يا ولاد عشان الوقت بيعدي وفاضل أقل من 10 دقايق. علامة رفع يا ولاد، عايز أحط العلامة الأول في الحتة الزرقاء دي يا ولاد، في ورقة الشجرة أو نقطة المية، ماشي. هو كتب الضمة، فاضل إيه هنا؟ أكتب إيه هنا يا ولاد؟ أكتب إيه هنا؟ عندي كام علامة للفاعل، علامة رفع الفاعل؟ ها ضمة ألف واو، ضمة ألف واو. الأول هكتب الحاجات اللي بالأزرق يا ولاد، اللبني دي، سيب الأخضر دلوقتي، الضمة وأكتب هنا إيه؟ الألف، وهنا إيه؟ الواو. جميل قوي. طيب بص كده مع بعض يا ولاد، الضمه دي مع ثلاث حاجات، هو جاب لي حاجه منهم مفرد، وايه وايه تاني؟ المفرد اللي يرفع بالضمه، مفرد وايه وايه؟ ايوه برافو عليكم، مع جمع التكسير وجمع ايه؟ وجمع المؤنث السالم ما شاء الله، وجمع المؤنث السالم. وكده بيعلمني يا ولاد ان انا ايه، بستنبط القاعده مع نفسي. يبقى الضمه مع المفرد وجمع التكسير اهي، واحد اثنين ثلاثه. هو كتب الالف مع المثنى، الالف مع ايه؟ مع المثنى، احنا حطيناها خلاص. طب الواو يا ولاد مع ايه؟ مع جمع، برافو اياد، جمع المذكر السالم، شطار الله اكبر عليكم. نشاط اربعه، زي دي بالزين، اسمها زي يا ولاد بالزين. أربعة، زي ضع خطا تحت الفاعل بالجملة الآتية ثم بين نوعه وعلامة رفعه. ماشي، يلقي المارة القمامة، القمامة، يلقي المارة القمامة، الله ينور عليك يا مازن. المارة هكتبها هنا، حط خط تحت الفاعل، حطينا خط. طب نوعه ايه المارة دي يا ولاد؟ ها مفرد ولا جمع تكسير ولا جمع مؤنث ولا ايه بالظبط؟ المره محمد برافو عليك، لا مش مفرد يا مصطفى، مره جمع مار، برافو اياد، مره جمع مار، واحد بيمر يعني، يبقى جمع ايه؟ شاطرين، جمع تكسير، ايوه كده. علامه رفعه يا اولاد الضمه، شاطر يا اياد، واياد برضه ضمه.
طيب، اتنين، تتألم الحيوانات. تتألم الحيوانات، الحيوانات هي الفاعل، شاطرين. طيب نوعه ايه يا اولاد؟ جمع مؤنث سالم، شاطرين، اخره الف وتاء، يبقى جمع مؤنث سالم مش تكسير، خلي بالك، لا ده جمع مؤنث سالم يا اولاد، عشان المفروض حيوان، انا ما كسرتش المفرد، يبقى حيوان جماعة حيوانات. ايوه علي مترفه اللي كاتب الضمه، ممتاز جدا جدا جدا، كلكم ما شاء الله، الله اكبر، ممتازين. طيب المثال الثالث، قاوم المصريون الاحتلال. قاوم المصريون، ايوه طبعا اكيد المصريون، الاحتلال. نوعه ايه يا اولاد؟ ها نوعه، ها اكتب ايه؟ مذكر سالم، شاطر مصطفى، يبقى جمع مذكر سالم، علامة رفعه ايه؟ ايوه الجمال ده ما شاء الله، ممتازين، ويقول لكم ممتازين ما شاء الله، الواو، الله اكبر، انتوا كلكم اشطر من بعض يا ولاد. يبقى قام المصريون، المصريون جمع مذكر سالم، علامة رفع ايه؟ الواو. نشاط اربعة، ها يا ولاد، يا رب نلحق نخلصه. اكتب عن فصل الربيع، بيعلمنا عن التعبير شوية يا ولاد، نعبر بقى شوية، مستخدما الجملة الفعلية، مستخدما الجملة الفعلية. قال لك إيه؟ بدأ الربيع وتفتحت الأزهار. أنا هكتبها لك يا ولاد، نحاول نكتبها عشان مستوعب، مش هنكتبها على الشات. اكتب معايا، واعتدل الجو، عشان الربيع الجو بيتعادل، واعتدل الجو، ها فصلة، وظهرت الأوراق الخضراء. اكتبها، اكتب معايا يا حبيبي، وظهرت الأوراق الخضراء، ها فصلة، على الأشجار، خليها أوراق خضراء على الأشجار، على الأشجار. يبقى ثاني، واعتدل الجو وظهرت الأوراق الخضراء على الأشجار، فصلة. نقول ثاني يا أولاد، وأنبت الحب، وأنبت الحب في الأرض، وأنبت الحب في الأرض، بدأت الشمس بالغروب. حلوة يا مازن، بس مش مالهاش علاقة بالربيع، أنا عايز حاجات متعلقة بالربيع. بدأ الربيع، تفتحت الأزهار، اعتدل الجو، وظهرت الأوراق الخضراء على الأشجار، وأنبت الحب في الأرض. ها إيه تاني يا أولاد بيحصل في الربيع؟ وأصبحت الأرض يا أولاد، وأشرقت الشمس، ماشي، وأشرقت، ماشي مش هزعلك، وأشرقت الشمس على الجميع. ها وأصبحت الأرض إيه؟ خضراء. وأصبحت الأرض خضراء. بكده يا أولاد خلصنا الأسئلة بتاعتنا اللي مختصة أو اللي متصلة بدرس الجملة الفعلية. هلخص يا أولاد، قلت يا أولاد في دقيقتين بالظبط، إن الجملة الفعلية ليها كام علامة؟ علامات إعراب الفاعل. كم علامة؟ زي ما اتفقنا ثلاث علامات، الضمة والألف والواو.